كنت فين يا امين؟ كنت بدفن ابني. وايه اللي خلاك تروح لوحدك؟ ما خدتنيش معاك ليه؟ ما كانش عندي حيلة ادور على حد. انا هطلع اطمن على ورد. ما تنساش تبقى تطمن والدتك عليك. عيني علينا وعلى غلبنا. هما نبللهم الشربات ونهنيهم على سلامة المولود، والبيت الغلبانة يا عيني ينزل منها العيل ميت. اه والله يا فاطمة، شفت أمين وهو خارج بالصندوق اللي فيه العيل؟ حالته ايه؟ تصعب على الكافر. مش عايزة أتكلم في الشغل. تعالوا يلا، طلعوا الشربات والغدا لأمال هاني. اتحركوا. لو حد سأل عليا قولوا لهم تستلم تموين الشهر. نسميه سليم على اسم جده الباشا. حلو سليم. سليم احسان سليم بركات. حلو فعلا. مفاجأة حلوة انك انت جيتي من غير ميعاد كده يا عنايات. انا غلطانة. كان لازم تاخد لي ميعاد يا احسان. ربنا أراد إنها تطمن على حفيدها الأول وتطمن على أمال. بقول لك إيه يا حبيبتي، هتسيبيه عن كده؟ ما تردعيه؟ بعت أجيب المرضعة. أنت عارفة طول فترة الحمل أمل كان عندها فقر دم، فالدكتور منعها إنها تردع، قال مش كويس على البيبي، خصوصاً إنه اتولد قبل ميعاده. آه، الدكتور منعها إنها تردع الولد، ولا هي خايفة على قوامها؟ يا حبيبتي مفيش احسن وافيد من لبن الام. مرضعه ايه اللي انت عايزه تجيبيها؟ ايه رايك بقى يا ماما نطمن على بابا من اوضتك وبالمره كمان عشان تستريحي شويه من تعب السفر؟ والله يكون احسن. يلا ادخل. الشربات يا اسمتين، ودول بقى شوربه وفراخ لامال هاني. مش عايزه اكل. لا مفيش حاجه اسمها مش قادره اكل، انت لازم تتغذي. وبعدين احنا لسه بنقول فقر دم، انت نزلتي دم كتير قوي. فاطمه، الملايه اللي عليها دم الولاده في الحمام تتغسل وتتطهر كويس. اما انت بقى يا مراد، ملي عينيك كويس قوي من البيبي علشان بكره ولا بعده انت ونازلي تعرفوا تجيبوا لنا بيبي حلو كده. احسان يلا يا حبيبي. يلا يا ماما. اتفضلي. يلا. وانت ليه يا ولد؟ فولتي على الواد وقلت علينا ان قدر الله مات. كنا قلنا للناس عشان نفرح ويفرحوا معانا. مش انت دخلت وشفت بعينيك هما كانوا عايزين يعملوا فيا ايه؟ مش كانوا رامييني زي الكلب علشان اموت لولا ان انت دخلت ولحقتني؟ ومين دول؟ اسمه تهاني. ليه؟ هتعمل كده ليه اسمه تهاني؟ اسمة هانم كانت عايزة تاخد مني العيل قصاد انها تديني قرشين تخلي ناس معارف هيربوه، عشان كده امك ما كانتش عارفة تكرشني. لما انت بقى جيت وقلت لي ان انت هتتجوزني وتستر عليا قلت هي فركت، طلعت عشان اقول لها. هددتني علشان كده يا امين كنت بقول لك تعالى نبعد بعيد لحد ما اقف على رجلي واولد ونربي ابننا بعيد عن اي خوف. حقك عليا. أقصد ابني. لا انت صح، ابننا خلاص الواد ده بقى ابني. انا بقيت ابو الحيل ده، هحبي عليه واحطه في عينيا وهفدي بعمري كمان لو قدرت. ربنا يبعد عنك وعنه كل شر. زي ما اتفقنا يا امين، محدش يعرف حاجة خالص عن العيل، لا أمك ولا فؤاد ولا حد، العيل نزل ميت. خلاص بقى، بلاش الكلمة الشؤم دي. هتسميه إيه يا ولد؟ أدهم. يعني عشان يطلع زي أدهم بيه ويطلع في هيبته كده. مش أنت كنت بتحب أدهم بيه يا أمين؟ أمي ما بيحبوش الله يرحمه. خلاص أدهم. ولا أدهم، أنا أبوك يا مش عارفني.
وردة عاملة إيه يا أمين؟ الحمد لله لسه تعبانة شوية بس أحسن الحمد لله. ربنا يجعلها آخر الأحزان إن شاء الله. يا رب أمين. والله أنا محروجة منك يا أمين بس اسمها تهاني كانت عايزاها تطلع لها فوق. ودي عاوزاها في إيدي. النبي ما أعرف هي قالت لي انزلي وخلي وردة تطلع لي. تعبانة أوي. طب معلش يا فاطمة اطلعي قولي لها مش هتقدر تتحرك. يا أمين أنا عبده المأمور ما أقدرش طبعا أطلع أقول لها كده. طيب خلاص متشكري فاطمة روحي أنت أنا هطلع لها. أيوة اسمة هنا. ازيك يا أمين؟ الحمد لله يا فندم. حضرتك كنت طلبت من ورد إنها تيجي هنا بس هي للأسف تعبانة بعد اللي حصل. هي جابت إيه؟ لا ما جابتش. أقصد يعني ربنا ما أردش الطفل طاف. يا حرام أنا ما سمعتش الموضوع ده. أنا كنت مشغولة مع أمال. وهي عاملة إيه دلوقتي يا ترى؟ تعبان نايمة تعبان. معلش يا أمين أنت عارف أنتوا لسه صغيرين الحياة قدامكم لسه إن شاء الله ربنا هيعوضكم. أمين يا رب. بس أنا كنت عايزة ورد ضروري. أنا تحت أمرك يعني. انت عارف ان امال هانم ولدت جابت سليمه ما شاء الله. لا انا ما اعرفش ما اخذنيش بس هي تعبانه والولد جعان ف محتاجين ورده تطلع ترضعه انقاذ يعني. والله يا فندم اصل ورده جالها نزيف جامد قوي ما اعتقدش انها هتعرف تتحرك. خلاص ننزل سليم عندها والسكينة تيجي تاخد سليم بيه. سليم بمين يا فندم؟ ابن أمال هانم وإحسان بيه بركات يا أمين. تحت أمرك يا فندم. يعني ايه انزل لها تحت؟ ده مش هيحصل. ايه اللي مش هيحصل يا امال؟ الولد جعان ولازم ياكل. ايه نسيبه يموت لحد ما المرضعه تيجي؟ خلاص يبقى على الاقل انا انزل معاه. انا مش هسيبه معاها لوحده. سيبي تروحي فين؟ انت ما سمعتيش الراجل بيقول مراته لما ولدت راقده في السرير تعبانه. يعني اللي بيولدوا بيناموا في السرير مش بيكونوا في كامل اناقتهم بعد ساعتين من الولاده. بعدين اعملي حسابك. الولد لما يرضع من أمه أحسن أحسن له أحسن لصحته. قومي دلوقتي غيري هدومك ونامي في سريرك بدل ما تفضحينا قدام الناس. يلا يلا. إيه يا حبيبي مالك عايز إيه؟ مش تفضل جنب مراتك؟ اسمع تاني عاوزاكي عاوزاكي تاخدي ابن أمال هانم وتنزلي الورد عشان ترضعه. ده حرام. مين دلوقتي يقدر يطلب حاجه زي دي من ورد؟ انا ما قدرتش اقولها لا يا ماما. ادخل. عاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه اللي جابت ترولي ده هنا؟ اصل الغسيل كان كتير وما كنتش خلصت الشغل فقلت اخلصه هنا. كانت جعان وعمال يعيط بس نام بقى من الجوع.
ربنا يعوض عليكي. بس يا أدهم بس بس حريم الله يسترك ما تفضحناش ولا معلش معلش حريم أنا حاسس بيك والله عارف أنا كمان ساعات لما بجر وعايز أعيط زيك كده بس بمسك نفسي معلش أيوه معلش والله يا ماما هترضع فين بيت أنت ترضعك حالا دلوقتي معلش يا حريم امسك نفسك شوية
كأنك صايم يا أدهم، كأنك صايم. يا أمين، أمين. يا أمين. أيوة يا علي، حاضر حاضر يا علي. ايوه في يا مين؟ معالي الراديو كده ليه؟ انا بحب اسمعه كده. انت عارف لو امك عدت من الممر وسمعتك معالي الراديو كده هتعمل فيك ايه؟ انت يا علي جاي تقول لي كده مخصوص يعني عاوز ايه؟ لا انا كنت عايزك في حاجه. طب اطلع فوق دلوقتي وانا هطلع لك. انت مراتك جوه؟ لا مراتي فوق عند امل هانا. طب اوعى اوعى انت اطرش؟ ايه الصوت ده؟ ده الراضي. ايه ده؟ وانت صدقتها؟ مصدقهاش لي وردة ما تكذبش، ولو كذبت على الدنيا كلها مش تكذب عليا. أنا جوزها وأبو ابنها. وأنت كمان صدقته من ابنك؟ أيوه يا علي ابني، وحتة مني كمان. طب أقول لك الحياة، أنت لو ركزت في وشه هتلاقيه شبهي. شبهك منين يا أمين؟ شبهك منين؟ بقول لك يا علي، اللي انت عرفته دوت ما ينفعش حد يعرفه، والا هتبقى حياه ورد في خطر هي وادهم. انت كمان سميته ادهم؟ هي اللي سميته. اه وما قلتلكش بقى سميته ادهم ليه؟ ولا هي بتحب الاسم كده وخلاص؟ لا سميته ادهم على اسم ادهم بيه الله يرحمه. فقال يعني عشان يطلع راجل محترم وعظيم زيه ان شاء الله. بقول لك يا امين، هي ورد دي لو قالت لك ان كفك فيه 7 صوابع هتصدقها مش كده؟ هتقولي كده ليه وهم 5 بس؟ طب الموضوع ده بقى انتوا ناويين تعملوه ازاي ان شاء الله؟ ده انت لو مخبي قطه هتتفضح. انا مش عايز اخبي حاجه. انا عن نفسي لسه اقف في وسط القطيل وامسك الواد وارقص بيه وانا بقى عندي عيل صغير. بس هي بقى خايفه ومش مطمنه. انا فرحان قوي ان انا قلت لك يا علي. انت اخويا واسمع عمو، وان شاء الله ستو هتعرف قريب عشان الواد يكبر كده يبقى عنده عزه كنت عايزك في كلمتين يا فؤاد. عايز ايه؟ انا ممكن اكون غلطت في حياتي كتير ولعبت مشاعر امين اكتر، بس انا فقت. فقت ما ربنا رزقني بامين بيحبني اكتر من نفسه، وحسيت ان انا مش عايزه حاجه في الدنيا غيره. وإيه اللي جابك دلوقتي تفتحي لي قلبك وتقولي الكلمتين دول؟ عشان عارفة إن أنت ما بترتاحليش، وعارفة ومتأكدة إن أنت فاكر إن أنا مخططة حاجة لمصلحتي عشان كده ما اديتلهوش الجواب، وإنك مش مصدقني إن أنا خايفة عليه، مع إني وحياة ابني خايفة عليه بجد، وخفت عليه أكتر أما مراد دخل عليا وكان عايز يموتني وخطف مني الجواب. ساعتها بس افتكرت كلامك وقلت يا ريتني سمعت كلامك يا فؤاد، واديت لأمين الجواب وقتها عشان كان يصدقني. أنا لو عليا أنا مستعدة أجيب الجواب ده من تحت تقطيع الأرض، بس أنا خلاص بقيت كارت محروق وعين مراد بقت عليا طول الوقت. إنما أنت لأ، مراد استحالة يشك فيك، وبحكم شغلك كمان أنت تقدر تجيب الجواب أسهل مني بكتير. لو أنت فعلا بتحب أمين وعايز مصلحته وعايز ترجع له حقه، لازم تحط إيدك في إيدي يا فؤاد. خيرك يا وردي. دلوقتي بس فهمت ليه انت جيتي واديتيني الامان
وحسستيني فجأة إن أنا أخوك اللي أهلك ما خلفوهوش. بس أنا اسمي فؤاد مش أمين يا ورد. أجازة؟ يعني حابك تاخد أجازة والأوتيل بيتملي؟ وأمين يا دوب لسه هيفوق من ألم الحادثة بتاعته، أخد الألم بتاع موضوع ابنه ومراته راقدة وكلنا متلخبطين. ده معقول؟ يعني بذمتك أنت شايف إن ده توقيت كويس تاخد فيه أجازة؟ أنا مش شايف إن الحكاية سيئة زي ما أنت شايفاها كده. وبعدين على فكرة أنا لو كان السبب اللي ممكن أخد عشانه الأجازة ممكن يتأجل، أنا كنت أجلته لمجرد إن أنت مش موافقة دون إبداء أي أسباب. لا يعني هو لو في سبب للأجازة عمري ما كنت هرفض إنك تاخد أجازة طبعا، خصوصا إن أنت عندك أجازات تسمح بده. وأنا هسمح لك بالحق ده، بس أنت اطلبي. يا سيدي اللي عايزك تسمح لي ولا عايز أطلب؟ وبعدين هو أنا إيه اللي هيخليني أرفض إنك تاخد أجازة إلا لو كان الشغل محتاج لك؟ ان انت شخصيا تكوني محتاجه لي كصديقه يعني. ما نستغنيش. يعني ما سالتنيش على السبب اللي عشانه عايز الاجازه. قوم شوف شغلك وسيبني اشوف شغلي. على فكره انا رايح ازور قبر مراتي في اسكندريه، سنويتها كمان 3 ايام، وانا وعدتها كل سنة في ذكراها لازم أروح لها ومعايا الورد اللي كانت بتحبه. تعيش وتفتكر. اوعى تزعل من أخوك عشان مش سايب لك مستر سول. ليك عليا لما تكبر هحطمك على المحمر والمشمر. ورد اللي منزل لك سليم بيه واللي ما طلعتيش انت؟ اصل امال هنا ما عندها ضيوف فقالت لي اخده رضعه هنا. طب هاتي عشان اطلعه. ما اصل لسه جعان. اللبس اللي هو لابسه ده قشط على روحه فلبسته لبس من اللي كنت جايباه لابني. طيب يا ورد يلا رضعي وخلصي وطلعي على طول. سليم في ايه؟ بس 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 تعالى تعالى هناكل خلاص. بس طب بس 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 أمان هانم هو حضرتك طلبتيني؟ ايوه كده ميعاد رضعة سليم. انتهي ورد خلاص. بس ايه ده؟ انا بسرعه من فضلك الولد بيعيط. حاضر خلاص يا حبيبي. في ايه؟ في ايه؟ هناكل ماما خلاص. ليه قلت انه مات؟ عشان لو ما كنتش قلت انه مات كان هيموت بجد وانا كمان كنت هموت معاه، لاني ما ينفعش ارجع في كلامي مع ناس ما تعرفش الرحمه. اسمت هانم كانت عايزه تشتري مني ابني ومفهماني ان هي هتدي الناس معرفه وهي هتدي الامال. هما ما يعرفوش الرحمه وانت ايه؟ انت وافقتي تبيعي ضناكي بسببك. مش انت اللي كنت عايزه ترميني في الشارع؟ مش ده لحمك؟ مش ده ابن ابنك؟ يعني سليم ابن امال واحسان ابنك انت برضه ابنك؟ ادهم اسمه. ادهم اسمه ادهم. والاتنين ولادي ادهم وسليم ولادي. أنا خلفت توأم. أمين فاهم إن سليم ابن أمال وإحسان وهم فوق فاهمين إن أدهم مات. ما ينفعش حد يعرف الموضوع ده غير أنا وإنتي. أنا لازم أطلع أرد على سليم.
نفس اللي حصل معاك. كرر مع ابنك تاني يا أدهم. تاني يا أدهم. وصلت له كان مراد بيه خده من ورد وقطعه على مالك عشان انا ملزقه بالعافيه. بابا فعلا خليه معاك أأمن. أمين حق مش هيضيع. لازم تبقي عارفة إن أمين ده أخويا زي ما هو أخوكي. أنا متأكدة. ده بقى معناه ان انا وانتي كمان اخوات. انا اسفه اني ما صدقتكش على طول. شكرا. ما تشكرنيش. الاخوات ما بيشكروش بعض. كنت عايزه تلغيها جالك من بلد بره. اما ده بقى اجرك لرضاعه سليم بيه. الاجر ده هيبقى سالي لحد ما نقول لك كفايه. بعد كده مش عايزه اشوفك في الاوتيل ولا حتى في اسوان. على فكره وصلت بلاد بره عند اصحابي اللي انا قلت لك عليهم. كويسه جدا الحمد لله. بنتي؟ اه بنتك. ايه كنتش عارفه انك خلفتي بنت ولا ايه؟ اما وحشني بشكل. مين؟ زهيري باشا الله يرحمه؟ لا يا نازلي، صديق. صديق صاحبي وونيسي هو اللي بيسليني هنا في الاوتيل. صباح الخير يا هنا. صباح النور يا فؤاد. انا في مرسال اداني الهديه دي وطلب مني ان انا اوصلها لحضرتك وبيقول لك ان دي اول هديه من اخ لاخته. فؤاد. مين الاخ واخته دول؟ وصل هنا من غرفه 25. اتفضل يا فؤاد.